البنات معك تخرج، رانا نقرعوا الفاروق، قلنا نروحوا البولينغ نلعبوا مع بعض اليوم باسكو راني شحال ما شفت هذيك العزبه. هو اللي حققت لهم حلمهم باسكو حلمهم كان يبدل فوت البروفيل. تما انت دروك راك بطل قومي بالنسبه لهم. كلكم مخلع كي قلت لكم راني مصدوم من الصدمه هذه شباب بزاف باسكو واحد الانسان عزيز علينا عاود ثاني جا. جات والله ماني مأمن. انا ما مسيق الصراحه. والله ماني مأمن سادي مربعه غادي تعاود. تسمعوا بخير غدا نقول لكم كل شيء. ها عجبتكم فوتو بروفيل دروك شخص خاص نيو بوست درت لكم خاطركم ديروا لي خاطري فرد قعود جذبوا نيو بوست هذه اعلى عدد من اللايكات هاكا نديروا خاطر بعضنا بعض الخبر اللي جبته لكم هو اخيرا تبدلت فوتو بروفيل تاعي قول لي مبروك قول لي مبروك مبروك اخيرا هذا هو اللي صورني روح عاد اقول له واعره بزاف الله يحفظك عبالك باللي انت طلقت نيو بوست طلقت نيو بوست غايب على من حاضر ساي نيو بوست ساي نيو بوست حرق بالراسه تاعك ساي شخص مهم في الحياه طلق نيو بوست وي رضا صافا رضا صافا رضا رضا تعاقد رضا نديرو فوتو تعاقد نديرو صوره والله ودي صور حقتك هنا اسمح لي ما شفتكش اسمح لي يا والله ظلمتك اخيرا خرج من هذا الباب يا خويا شحال قعدنا باش خرجنا بون دروك جينا المهم نلعبوا هذه اللعبه تاع المتاهه اللي كنا ندخلوا منها ونخرجوا منها فتاه هذه معمره مرايات صدر هذاك رضا اللي تشوفوا فيه لو كان روح عندها ديريكت ما كاش رضا اوكي 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 مرايه ثاني ها تجي ديك نيجا ها زيد زيد هذا ها ابو او فين بنتك بنتك من هي باب تاع الخروج هذاك هو باب ديال الخروج هو باب ديال الخروج قربنا جماعة دروك انا تودرت وي شوف فيا انا شوف فيا وين راك؟ انا اي كيش وين نعرف انا وين راني؟ واخيرا خرجنا والفيديو راه طلق في اليوتيوب وين باب جايز سباب شكون سبابا هو ما ديروش سويب اب انا نقول لكم لا سويب اب فضيحة هشام بالفيديو سويب اب تما مين فضيحتي يدخلوا الحركة صح تاع اليوتيوب الستوري هذه نطلقها قبل سويب اب تاعك دروك كاع اليوم وعدتكم باش ندير لكم بوست جديدة ونبدل فوتو بروفيل السبب اللي ما خلانيش نديرو هذه هو جودي مصباح هو يدير في الايديتينغ المقطع نزل ان شاء الله حينزل الحين لا حينزل سويب اب سويب اب ارفع الشاشه بالمناسبه الفيديو تاع جودي جبناه باش يلعب هذه اللعبه اي جودي اي 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 اي, أي. امك معليش وصل سلام امك كي تكلم مع امك جودي دخلوا البروفيل تاعي وشوفوا كاين خبر شباب صباح الخير عليكم رضا جودي اسكو على بالكم بلي بعد عام اليوم غادي نبدل فوتو بروفيل صح قبل ما نروحوا للستوريات تاع اليوم نوريكم الستوريات تاع البارح وشكون اللي جا عندنا احنا نلعبوا في امان ربي شكون اللي جا عندنا من افراد سادين باك ما مانيش مأمن دروك انا مانيش مأمن تفاهمنا اليوم نلعبوا مع بعض عمتي بلا بينا لحظه على اساس تلوم فيا نتكلم فيه بساعه واحد ساعه اثنين ساعه ثلاثه شحال ساعه خمسه ونص لا الوحدة بتوقيت الجزائر بتوقيت دروك انا بغيت ندير رايكم في الفوتو بروفيل قولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا ولا ما عجبتكمش عاودها ماشي مشكلة لا 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 حلو والله حلو والله حلو والله حلو والله حلو حسرة مع مراك اليوم جينا باش نعومو بي احنا ما عندناش الزاف اسمع الا جايب واحد اخر ولا يقول ما نقدرش نقول لك والو انا سيبهم ما كاين واحد اخر سديم ربعه جودي اوكي قول لي علاش الباك جراوند تاع الفوتو بروفيل تاعي جاي زرقاء طبعا عشان لوني مفضل الازرق واللون الازرق يلفت النظر كذا حماس لا 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 في سبب درتها زرقاء على خاطر انا مو موثق وهذه تعويض للتوثيق الله لا تربحكم انستغرام التجاره تاعي جودي ماشي التجاره ديالي كبريكا فيديو تاعك مازال ما كملتش الحين خلاص شويه معليش نخرجوا معليش كرهت من لوتال معليش فاروق يقرا عنا ما تهدرش عادي
فهمتي باش جيتي عندنا؟ رفكة. رفكة جاب جودي وجاب بيكي. صاحبي ولا داير علينا حنايا؟ ورا رفكة. انت؟ صاحبي انا. كيش ولي تعرف بيكي وجودي تجيبهم لنا انت سوربريز. يا خو انا انسان عندي بعد المفاجأة اللي فاجأتنا بها بيكي جينا نلعبوا اللعبة تاعنا المفضلة هي هذه. تروتينات. دايما في الليل ندوروا بها.